ابراهيم محمد السيد من الجيزة مع محمود سالم كفر الشيخ جيزة. كابتن محمد خلف لاعب أبوكنا الأحمر محمد سالم شاكر على البساط كابتن أحمد شلبي. كابتن أحمد شلبي لو سمحت. على البساط اللاعب ابراهيم محمد السيد. الارض مخوحه. نادي اجتهاد الشرطه. نادي الجيسان الرياضي. الوزن 71 كيلو. بطل الجمهورية تحت 20 سنة. طول 170 سنتي. تحت قيادة المدرب الدولي الكابتن أحمد علي. ولا ننسى مدربنا الكبير الكابتن محمد خلف. اللاعب محمد سالم. نحن الان في انتظار اللاعب محمد سالم شاكر مدرسه الموهوبين. كابتن هاني مصطفى. نحن في انتظار النمر الاسود بمدرسه الموهوبين اللاعب محمد سالم شاكر. كابتن هاني مصطفى النمر الاسود حضر الى المباراه. البطل محمد سالم شاكر من مواليد 96 الوزن 66 كيلوغرام 175 سنتي. اللاعب ينتمي الى مدرسة المؤمن القوية تحت قيادة المدرب الدولي الكابتن هاني مصطفى. مع شكري الخاص الى الكابتن جمعة رئيس لجنة التنظيم. مع شكري الخاص والقدير الى اسرة الدي جي. ومع شكري لي. الشهيمة! 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 مباراة قادمة لجهاز اللاعب احمد محي عبد المجيد كفر الشيخ مع اللاعب محمد سكري 6 اكتوبر. يسعد اللقاء القادم احمد محي عبد المجيد كفر الشيخ مع اللاعب محمد السكري 6 اكتوبر. الكابتن مسعد رزق.
أشكر كل السادة الحضور. وتكسر عقد القضير الذي صمم في أول البطولة للكابتن محمد زكريا الإخريطي. كما نشكر الشركة الدولية للدعاية والإعلام بقيادة المهندس والكابتن عماد ممدوح شركة كومبيا. الشركة التي قامت على الرعاية العامة للإعلانات بأبو طبل كفر الشيخ. الراعي الرسمي للعلاج الطبيعي الدكتور فايز رمضان المير. أخصائي العلاج الطبيعي والآلام المزمنة والمفاصل. كما نشكر الكابتن الدولي الكابتن إيهاب ترابيس ام ام اي. كما نسعد بتشريف رئيس منطقة الغربية الكابتن أحمد إبراهيم. التشجيع بعد المباراة. كما نقدم خالص الشكر والتقدير للراعي الرسمي لتنظيم البطولة الكابتن أحمد شلبي. يسعدنا ويشرفنا ان نسر لكم البشرى الهائله بافتتاح مدرسه وبانهاء الحكم المباراه فائز لاعب الركن الاحمر. كما يسعدنا ويشرفنا ان نسر لكم البشرى الهائله بافتتاح مدرسه الكيك بوكسينج.